بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم رابع، يعطيكم العافية. أول إشي بدي أحكي بشكر كل اللي كانوا يحلوا معي وشاركوا في حل الواجب، سواء في مادة اللغة العربية أو التربية الإسلامية. اليوم درس اليوم رح يكون عبارة عن حل أسئلة لدرس ضمادات الجروح، يعني تابع للحصة السابقة. هلأ يا ريت تتابعوا معي على الشاشة، وأي سؤال رابع ما فهمت حله أو أي استفسار عندك يا ريت تبعت لي أول بأول. السؤال الأول بيحكي لنا، اللي هو صفحة 45، مفردات معاني المفردات والتراكيب. السؤال الأول بيحكي لنا صل الكلمة في العمود الأول بما يناسبها في العمود الثاني. أنا هون راح أحلها معك، تكون عندي بالمقابل. أول كلمة وهي كدمات، كلمة كدمات حكينا امبارح هي عبارة عن جمع. ما مفردها؟ عندك بالكتاب مجموعة من الخيارات، حكينا الكدمة هي عبارة عن آثار في الجلد ناجبة عن ضرب جسم، حكينا اشي بكون ناتج عن ضربة الكدمة عن جسم صلب دون جرح. ثاني كلمة وهي خدوش، مفردها خدش، احسنتم. معناها الخدش حكيناه امبارح آثار في الجلد دون إسالة الدم. ثالثا أو آخر كلمة هي الضمادات، وهي عنوان الدرس، وهي حكينا مفرد جمع ضمادة، معناها هي أو هي لفائف تربط بها الجروح أو الكسور. إذا هاد حل السؤال الأول. ننتقل إلى السؤال الثاني. اختر من الصندوق كل كلمتين تقاربان في المعنى الكلمة في الأسفل واكتبهما في الفراغ. عندنا مجموعة من الكلمات: ابتكار، تطبيب، جهز، أعطى، أخذ، معالجة، اكتشاف، وهب، حضر. الآن عندي كلمة أعد، أنا بدي أختار من هذا الصندوق كلمتان لهما تقريبا نفس المعنى. أعد يشابهها جهز، أيضا حضر. إذن هاي الكلمة كلها متشابهات في المعنى، نسمي هذا الشيء ترادف. إذن هذه تعتبر كلمات مترادفة. ماذا تعني مترادفة؟ أي لها تقريبا نفس المعنى، متشابهة في المعنى. كلمة اختراع، ابتكار، واكتشاف نفس المعنى. مداوى، تطبيب أو معالجة، منح، أعطى، ووهب. إذن هذا حل السؤال الثاني. ننتقل إلى السؤال الثالث. املأ الفراغ في كل جملة مما بين القوسين أو مما تحته خط مما بين القوسين. لدينا ثلاث كلمات: معقم تطوير، هاي الكلمات معقم تطوير ترقية. منح الجندي رتبة أعلى لكفاءته، يعني رابع شايفين الكلمات اللي بالأحمر أنا عامل لك إياها حاطين لك تحتها خط، بدنا نختار من النص كلمة تناسب هذا المعنى. رتبة أعلى حكيناها امبارح اللي هي ترقية. ربطت الممرضة أو ربطت الطبيبة الجرح بقماش خالي من الجراثيم، معناها معقم. تعمل الشركات على تحسين منتوجاتها باستمرار، معناها تطوير. إذن هذا حل السؤال الثالث. ننتقل الآن إلى أسئلة الفهم والاستيعاب. السؤال الأول: ماذا يفعل أحدنا حين يصاب ببعض الجروح والخدوش والكدمات؟ الإجابة من الفقرة الأولى، وهي يلجأ إلى استخدام ضمادات الجروح. طيب إذن السؤال الثاني: لماذا فكر ديكسون في اختراع ضمادات الجروح؟ ما هو الذي جعل ديكسون يفكر في هذا الاختراع؟ لمعالجة إصابات زوجته في أثناء عملها في مطبخ المنزل لتستغني عن ضمادات الكبيرة. السؤال الثالث: كيف ساعد ديكسون زوجته على المداواة جروحها بسهول ويسر؟ كيف ساعدها؟ من خلال إلصاق قطع صغيرة من القماش النظيف المعقم في منتصف الشريط. هذه الأسئلة الثلاثة الأولى. أما السؤال الرابع: بما حظي ديكسون بفضل اختراعه؟ يعني ماذا نال أو على ماذا حصل ديكسون بسبب الاختراع اللي قام به؟ حظي بتقدير شركته ومنح ترقية بفضل اختراعه. آخر سؤال: اقترح عنوان آخر للدرس. هذا السؤال كل طالب ممكن يحله منكم لحال، يعني
أنت ممكن تخترعها، الحاجة أم الاختراع، اختراع ديكسون، ممكن أنت تختار أي عنوان بيناسب لإلك. ويعطيكم العافية، بس هذا اليوم رح نعطيه، بكرة إن شاء الله رح ندخل بقاعدة جديدة، نستناكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس في ملاحظة، يرجى كتابة الإجابات على الدفتر.